تابعين معكم محطاتنا ورح ننتقل مباشرة لعند الشيف فيصل ونبدأ معه أول محطة ورشة بلح. صباح الخير مشاهدينا، لكان اليوم عندنا تحضير الريد فيلفيت يولوك كريسمس يولوك. هيدي وصفة كتير سهلة وحلوة. نطلع من الكريسماس يولوك التقليدي إذا بدكم، نحن عم نعمل طريقة جديدة بالريد فيلفيت، وأكيد رح نحضر لها تشيز فروستينج كحشوة، وطريقة تزيينه والديكور رح يكون مختلف. نحن عم نحضر الريد فيلفيت كريم اللي هي بتتألف من سكر 200 جرام و400 بنحط لها 75 من المي، عندي 100 من زلال البيض بنحطهم بالمكنة، ورشة ملح نحط لهم رشة ملح. تعودتوا على الشغلة وصرنا شارحينها كثير على طول، بس بدنا نعمل ميرينج مع زلال البيض. المكنة بتكون جاهزة، عندي السكر على النار عم بيغلي، بندور. أنا كنت محضر السكر من قبل بوقت، عندي كمان 12 جرام من الكاكاو باودر، وعندي ملون طعام أحمر صبغة حمراء، وبحب أقول لكم إنه مقطوع بالسوق هلأ، يعني ممكن تتعذبوا وتتلاقوا اللون الأحمر مثل ما صار معي، ولكن إذا بدكم تحت الهواء نعطيكم طريقة كيف تقدروا تجيبوا اللون الأحمر. عندي أنا شيء بسيط لون بعدهم، يعني طلعوا هالكمية راح نحطها مع السكر اللي عم بيغلي، نلونه. وطبعا انا من قبل بوقت حطيت السكر 200 سكر، وحطيت معهم 75 ملي من المي، واغلوا. وبعلمكم هالطريقه شرحتها كمان تنعرف انه صار السكر جاهز. اذا ما عندنا ثيرموميتر بيعمل هالبالون هيدا، نحن فوق الزلال هون ببلش يعمل فوم، ببلش يطلع، بس ببلش يعمل رغوة، مننزل السكر أو السيروب هالطريقة على مهل، منحطهم على حافة البول، مننزلهم على حافة البول تدريجيا. نحن هون نكون عم نعمل ميرينج على الطريقة الإيطالية، ولكن اخترت يكون لونه المخملي تنزين فيه يولو اليوم. لكن عندي بالمكنة 100 جرام من زلال البيض مع رشة ملح، وعندي 200 جرام من السكر مع 75 ملي من المي، وحطيت لهم طبعا ملون طعام، بياخد 15 ملي إذا كان عندنا ملون طعام سائل، وبياخد تقريبا نص ملعقة صغيرة ملون طعام أحمر. هون بينما يطلع عندي يصير عندي ميرينج إيطالي، أنا محضر 400 جرام من الزبدة على حرارة الغرفة، يعني بتشوفون سوفت، ما لازم يكونوا شايلينه من البراد كرمال ما نكسر المكنة. وطبعا نحن عم نبرد الميرينج تيصير درجة حرارته 40 درجة، يعني فاتر 45 ما في مشكلة، وفيكم تعدلوا حسب. إذا بالمناطق الجبلية فينا كمان نعدل الحرارة، يعني فيه نكون حطه يكون صف. هلأ أنا مجرد ما يبرد رح نزل الزبدة والكاكاو وباودر، بتصير الكريم جاهزة لعنا. شوفكم بالوقفة الثانية مع تحضير وصفة جديدة، طبعا مكملين تحضيراتنا للريد فيلفيت كريسمس يولوك. غيدا كاميرا إليك. شكرا شيف، رح نتابع محطاتنا، رح ننتقل مباشرة لعند جون وغير موجي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يعني اليوم عنا بحب اقول للمشاهدين احنا كل مره بيطلع معنا مثل موهبه بنقول له ان شاء الله نشوفك مطلع البوم جديد، ان شاء الله نشوفك مطلع عم تعمل كونسرت جديد. عنا هالباند يعني كنا عنا ممبر من الباند طلع معنا انزو صباغه، وهلا عم بيطلعوا البوم وعم يعملوا كونسير، جايين نحكي عنهم بهالموضوع. تيري وجيو، هاي هاي، كله تمام؟ بدنا نحكي اليوم اول شيء عن الالبوم تبعكم، ورح نرجع نحكي عن الكونسرت. هو الالبوم ريليس كالبوم، مين بحب يحكينا عنه اكثر شيء؟ مين اكثر شيء بيفهم فيه الالبوم؟ جيو. اوكي سو سجلنا اول البوم، سجلناه بلبنان، رجعنا عملنا له ماسترينج بالبرتغال، وهلا عم نطبعه بتايوان وبدنا نبيعه يعني ستارتينج ذيس ويك. هلا الالبوم سميناه تايم اند يوث،
وفيه 8 اغاني كله اوريجينالز الالبوم. 8 اغاني انتم كتبتون، انتم عملتون، ما في حدا يعني ما اخذتوا غنيه من حدا من شي ارتست؟ لا لا لا، كل الاغاني نحن مالفينهم، في كذا كومبوزر بالباند، بس انا واحد بالف غنيه، باقي الباند ممبرز بيغيروا شوي البارتس تبعهم فيها، وما بنحط غنيه بالالبوم الا ما نكون كلنا مقتنعين منها. يعني تيري، اذا بدي اسالك سؤال هلا، غنيه بالالبوم ما بتحبها؟ ما فيك تقول لي ما بحبها، لا كلهم بتحبها؟ كلهم، لا ايه كلهم. وغنيه يعني في، انت بتشارك بغنيه كتبها اما لا؟ ايه كلنا كتبنا قصص. وبتكتبوا عن شو؟ يعني الاغاني تبعكم اللي بتسمع 8 اغاني، في عندكم 8 اغاني بالالبوم، من اغاني عن شو؟ عن شو عم تحكوا؟ عن حياتكم، عن المجتمع؟ يعني شو فينا نعرف؟ يعني فينا نعرف شيء عن الباند اذا بنسمع الاغاني؟ هلا كل غنيه بتحكي عن شيء، مثلا في اغاني بيحكوا عن المجتمع، اغاني بيحكوا عن ريليشن شيبس مثلا، في اغاني مثلا بس ليتل فلاي مثلا بلشت عن درغشه الغنيه، بعدين حبيناها الغنيه سو غيرنا الليركس وصارت غنيه طبيعيا مش عن برغشه، بس تركنا اسمها ليتل فلاي. رح نسمع اول غنيه هلا من الالبوم، كمان المشاهدين يتعرفوا على الاغاني تبعكم، على الستايل تبعكم، رح نرجع نحكي عن الستايل واكيد عن الكونسرت. أول غنية سمعناها معنا، شو اسمه؟ The Program. ليش سميتوها The Program وعن شو بتحكي الغنية؟ هي The Program بتحكي شو عن طريقة العيش مثلا تبع الواحد، سو سمعناها The Program مثلا كيف العالم بيساعدوا بعض ليعيشوا. والألبوم ديوس بتحكوا أكثر، يعني يور تارجتينج أكثر الجيل تبعكم، أما ما في عندكم تارجت؟ مضبوط. هلا هو الألبوم اسمه Time and Youth، سو بيحكي عن مثلا القصص اللي فينا نعملهم بالوقت اللي عندنا إياه، بس نحن بالنسبة له يعني بتلاحظوا في عندكم مسج عم توصلوه من الألبوم أما لا؟ إيه في مثلا السينجل اسمه Go Ahead، يعني عم نحكي عن إنه نحن هيك ذا يوث، إنه ليف يور لايف و بي هو يو ونت بي، إنه يلا Go Ahead. طيب في عندكم غنية ماي جيرل، هير جيرل، ماي جيرل، ماي جيرل، كم بنت مقدمينها؟ كل واحد بالباند، كم واحد بالباند؟ نحن ستة بالباند. نحن ستة، يعني شي 12 بنت؟ صرنا شي 10 كونسرت كل مرة حدا. اه عن جد، وفي عندكم تغنية تانية يعني اتس ذا اوبوزيت تبعها. ايه في بوريس بيرو اف يو ليف، يعني عندك وحدة بوزيتيف وحدة نيجاتيف حسب البنت حسب المود تبعك. حسب ايه. بتلاقوه يعني هلا مساقوا يعني الالبوم تبعكم يور ريليسينج ات كريسماس. On Christmas time. أيمتى بيصير في الألبوم someone can buy it؟ يعني حدا فيشتري الألبوم أيمتى؟ 26. 26 points of sale. إيه. وين في يشتري الألبوم؟ هلا أول رح نعمل ريليس بالإيفنت، وبعدين من بعد January رح نبلش. طيب حكينا جيو عن الألبوم، حكينا عن الكونسرت. أوكي. وين عم بيصير؟ شو عم بيصير معكم؟ تحضيرات. أوكي، فرح نعمل ألبوم ريليس on the 26. رح يكون بالفيلكا على البحرية. اوكي، فعنا ثلاثة سبونسر بدنا نشكرهم، في عنا نوكيا، عنا اس كولكشن، وعنا بولياكوف رح يأمنوا البار كل شيء. ويعني بيروح الشخص بيحضر الكونسرت تبعكم راوند قد ايه وقت؟ رح تلعبوا بس اغاني الالبوم اما في كل الاغاني رح تلعبون؟ رح يعني نلعب كل الالبوم، ورح نلعب كمان كام كوفرز هيك نغير شوي. يعني قد ايه بيطلع وقت الكونسير تبعكم؟ هو ببلش على 8:30، في اوبننج باند اسمها فرقة عنوطة رح تبلش، بعدين نحن رح ندق كل شيء. ووقتها يكون الواحد بالكونسير فيه كمان يشتري الالبوم تبعكم؟ فيه يشتري الالبوم، فيه يشتري البيكس، مارشندايز، براسلتس. اوكي، رح نسمع بعض غنية معنا، رح نرجع نحكي أكثر شيء لأنه بعرف إنه في عندكم كل باند ممبرز منهم بلبنان. رح نحكي عن الباند ممبرز، نشكرهم اكيد ما كانوا يقدروا يطلعوا معنا، وكيف صار التنسيق معكم ناس برا وناس بلبنان، كيف صار يعني كيف ظبطتوا الالبوم؟ لانه بعرف يعني مثل انزو اللي طلع معنا اخر مره منه بلبنان، يعني تقدروا تظبطوا الحلقه معه الالبوم معه، بدي اعرف كيف. ترجمة
اوكي هالغنية اللي قلت لنا عنها كمان بارس بارس فيليف. اوكي طب انا بعرف يعني سينجر انزو مانو بلبنان عم يتعلم بكندا مزبوط، وفي سامي كمان الجيتاريست ببيركلي كمان أوكي. بامريكا سو مانو بامريكا بلبنان. كيف صار الالبوم يعني مانو موجودين بلبنان، كيف قدرت تركبوا هالالبوم؟ هلا الالبوم سجلناه بالصيفيه كانوا بعضهم هون بس ستيل يعني بعد الالبوم في كل شيء بدنا نتفق عليه انترفيوز شو ما كان يعني بنشتغل اكثر اونلاين جروب سكايب كونفرسيشن كل شيء سوشيال ميديا يعني يو ابيوزد ات ليقدر يطلع الالبوم معكم مضبوط وعندكم اكيد فيسبوك بيج كل كومبرز بفوتوا الناس دي لايك ات عم تعملوا ابديت عم تنزلوا فيديوز كمان على يوتيوب نزلتوا كم فيديو صورنا فيديو مش من زمان جو اهيد الاوريجينال مع يوسف نصر صورناه لحوا على يوتيوب وعنا كمان ساوند كلاود بيج نزلنا اربع اغاني لهلا او خمسه ثلاثه طيب وللالبوم يعني بتعرفوا انه فينا بيقولوا الدنيا ذوق يعني مزبوط. كيف عرفتوا انه مين سالته يعني غير انتم اكيد رح تتفقوا على الاغاني انه they are your songs بس كيف عرفتوا يعني مين استشرته انه حلوه هالغنيه مش حلوه هالغنيه في عندكم حدا بيقول لكم لا جرب تعمل هالغنيه جرب تعمل هالغنيه هلا الالبوم كثير منوع يعني في من كل شيء عن جد كل شيء في اكوستيك في روك في بوب روك في كل شيء رايق فانه كل العالم رح تحب يعني على القليل شيء وحده اكيد اكيد يعني حتى يعني اليوم مثلا نطلع معنا البومات يعني if you like one song بالالبوم it's enough بس يعني انا سمعته لكل البوم رح نسمع بعض غنيه في اعتبر انه اراوند 7 من 8 اغاني كثير حلوين وموست امبرسيف فيه انه انتم كتبتوا الاغاني مش انه سارقين اغاني من حدا وعملتوا كفر عنه لقيتوا فيها صعوبة أكثر تكتبوا الأغاني أنتوا بدل ما تعملوها دغري الكفر و إيه أكيد لأنه إذا بتعمل كفر بدك تاخذ الأغنية مثل ما هي وعم بتغيرها على طريقتك بس لما تكتب أوريجينال بدك تألف كل بارت لحاله كل انسترومنت لحاله شو بدك تعمل بعدين بدك تغير حسب تركيب الأغنية كلها تركبوها على بعضها هلا كمان بدنا ما في ننسى يعني بعدكم فينا نعتبر يور ستيل يونغ تينيجرز قد ايه اعماركم بال 20 21 كلكم بالبند 19 20 يعني بدنا نشكر كثير أهلكم كمان فور ذا فاندينج بارت تبع الالبوم مزبوط يعني هن ساعدوكم في كثير اهلكم ساعدوكم لتطلعوا الالبوم والسبونسرز اكيد يعني سبونسرز وفينا نعتبر في ناس ساعدونا كمان بدنا في جاس وفي بدنا نشكر جاس للمانجمنت ساعدتنا كثير وبدنا نشكر كمان جيد للبرودكشن ساعدنا كثير بكل شيء البوم يعني كثير اجاكم مساعدات من برا لتقدروا تركبوا البوم صح واتفقتوا عليهم اتفقتوا معهم ليركب الالبوم يعني ما في دايما ما كنتوا تتخانقوا بين بعض ها اهم سؤال بعدين صار في تحت هو كنا عم نقول ما تخانقنا ولا مره بعقد الالبوم بس هلا تخانقتوا يعني في انا لا مش انه تخانقنا اكيد يعني بس لا كل واحد هيك مش الحال يعني رح نسمع بعض غنيه ان شاء الله الغنيه اللي عم فكر فيها ها اسمه ريد سكيرت صار معي حطيت اول ما اخذت الالبوم اخذته وحطيته بالسياره ونسيت بعدين انه في عندي الالبوم تبعكم بالسياره عم اسمعه كنت افري داي بدي اسمع عارف الستايل تبعكم اكثر شيء تبع الميوزك ودورت مره السياره طلعت كان في حدا معي بالسياره قام قال لي اوف كثير حلوه هالباند مش سامعها ولا مره بحياتي اي راديو طلعت انا شفت السي دي قلت له هول اللبنانيه بس لقلك يعني عن جد اللي بيسمع على البرودكشن تبعكم كيف عاملينها يعني هالغنيه ات واز ون اوف ماي فيفورت سونجز كيف مركب البيت على الليركس على كل شيء يعني بتلاحظوا عن جد شابو على الشغل اللي عملتوه اكيد اللي بده يجي يحضركم نرجع نذكر الديت 26 ديسمبر بالفلكا بحري تيكتس 20000 اونلاين اذا بيحجوز 25 اذا بيجي على اون ذا دور اكيد في ماني برايزز رح يربحون اكيد يسمعوا باند جديده وعن جد يعني انا بشجع لكل الناس اللي عم يحضرونا اتس ا جريت باند
اغاني تبعهم كثير حلوين، بركي ما يعجبكم غنيه رح يعجبكم اكيد غنيه ثانيه، اكيد رح تسالوا بالكونسير. يعني لنشجع عن جد، لنشجع الجيل الجديد اللي عم يطلع، انا بشجع كل الناس اللي عم يحضرونا، كل حدا بحب الموسيقى وما بحب الموسيقى بحب الجيل الجديد ينزل يحضر الكونسير. وبست اوف لوك لكم، ان شاء الله نشوف الالبوم تبعكم باهم محلات وتوب شارتس، سبقوها لبيونسي بركي ما حدا بيعرف. ثانك يو الوت. ثانكس. فيدو. شكرا جون ويعطيكم الف عافيه والف مبروك الالبوم الجديد، شكرا لكم وينعاد عليكم. رح نتابع مع تعليقات المشاهدين كمان، عندنا كوكا من الجزائر عم بتصبحنا وعم بتقول ان هي كمان بتحب جنجل بيلز ويا ريت تمرقوا لنا مقطع منها، غنيني لك اياها يا كوكا مباشره على الهواء. نانو عم بتقول كمان بتحب ليله عيد، ندى كمان اكيد ليله عيد، ومنال ليله عيد، فاتن انا كمان مثلك بحب ليله عيد يا غيده، علاء عم بيقول سانتا كلوز از كامينج تو تاون، ميره عم بتصبحنا بالخير ومنيح كوكا عم ترجع تتشكرنا على الغنيه، اما من ليبيا كمان عم تبعث لنا تحياتها، وسمر عم بتقول عيد وحب هالليلة لكل الأعياد وكل عيد وأنتم بألف خير، شكرا يا سمر. رنوش كمان تحياتنا لإليك. أمل كمان عم تبعث لنا أغاني وصباح الخير ليلة عيد من كوثر، شكرا كثير لكم. رح نتابع محطاتنا أكيد بعالم صباح بخصوص الجمال بعد دقائق، خليكم معنا.